السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سير شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده هنشرح لك ان شاء الله معادله ماكس اكس. المعادله دي بتجيب او بتعمل استرجاع او ارجاع لاعلى قيمه موجوده. طب تعالى الاول اشرح لك الاول معادله اسمها ماكس. بس لو جينا هنا في نيو ميجر وفتحناها هنا ونقول له مثلا ايه، احنا عايزين اعلى قيمه هايست، هنكتبها بالعربي اعلى قيمه، ونيجي هنا نكتب ماكس، هندوس على ماكس اهي، وهنقول له انا عايز اعلى قيمه في السيلز اللي هو ده، وهندوس هنا سيلز اهو كده وادوس انتر، هيقول لي ان الميجر ده اتسجل باسم اعلى قيمه. ونيجي هنا كده مثلا ونقول له هنا نفتح كده كارد كده كبيره ونقول له هنا اعلى قيمه اهي، قال لك 3000. طب تعالى كده نخليها مثلا قريبه كده شويه، او قال لك 3000.038. عشان نتاكد من ماكس دي هنعملها ازاي، هنيجي هنا كده وهنيجي عند السيلز. سبحان الله كنت انا عامل لها صوره اساسا، قال لك ايه ان اعلى قيمه في السيلز هي 3000.038. نعمل كده كلير السورت ونخليها زي ما هي. فكده احنا كده جبنا اعلى قيمه عن طريق الماكس. الماكس اللي هي ايه؟ الماكس اللي هي اعلى قيمه في البيع. طب تعالى بقى لو انا عايز اجيب اعلى قيمه في حاجه معينه او قسم معين، تعالى ما اوريها لك دلوقتي. لو احنا جينا في التيبل فيو ده وجينا مثلا لقينا مثلا دي الساوس وده الويست وده السنترال وهكذا، اقول له انا عايز اعلى قيمه يخص الريجن ده، يعني اعلى قيمه في الريجن دي، هنلاقيها فين؟ تعالى دي بقى تيجي فكره ماكس اكس. هنعمل هنا نيو ميجر، هنعمل هنا نيو ميجر، وهنيجي هنا اعلى او مثلا ساوس مثلا هايست، اعلى قيمه للساوس، وبعد كده اقول له ايه ماكس اكس، ونقول له ايه بقى هنا. بيقول لك الماكس اكس اول حاجه فيها التيبل. التيبل ده اللي هو ايه؟ احنا لا، احنا عايزين بقى نعمل التيبل ده ندخلها في جوه معادله اسمها فلتر. الفلتر دي بقى ايه؟ يقول لك الفلتر فيها التيبل. التيبل ده اللي هو ايه؟ اقول له التيبل ده اللي هو الاتش اند ام اتش ام، وندوس انتر. بعد كده كوما الفلتر اكسبريشن، ايه اللي انت بتدور عليه؟ اقول له انا بدور على الريجن اللي بتساوي ساوث، او نقول له ريجن اهي بتساوي كلمه ساوث، ونقفل الكوس. فكده احنا لسه في الماكس اكس اهي، وبعد كده ندوس كوما، يقول لي انت عايز تدور على ايه؟ اقول له انا عايز ادور على اعلى قيمه في السيلز. بعد كده نروح قافلين الكوس كده ونعمل حركه كده جميله قوي، نعمل شيفت انتر ونعمل كده دبل سلاش، وبعد كده نقول له ايه هايست سيلز باي ريجن ساوث او باي ساوث ريجن ايا كان. كان دوس انتر كده مش تعمل اي حاجه، انت بس تعمل كومنت بس او في الحته دي. فقال لك ايه ساوث هايست. لما نيجي بقى نشوف الساوث هايست دي، هنجيب مثلا الكارد ده وندوس عليه هنا كده، ونيجي عند ساوث هايست دي، قال لك ان اعلى قيمه ساوث هايست 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 اللي هي فيها المفروض يعني، قال لك ان اعلى قيمه في الساوث في الريجن اسمها ساوث 957. تعال نتاكد، تعال نروح كده ونعمل فلتر على الريجن ونشيل دي كده، ونعمل على الريجن اللي هي ساوث، ونعمل دي اللي هو الاعلى قيمه، نعملها من سورت وسورت ديسندنج، او قال لك ان اعلى قيمه فيها 957 وهنا 957. دي لما تيجي تعدل على اي حاجه تعدلها من هنا كده. دي فكره الماكس اكس، دي اللي انت ممكن تربط فيها جداول وتجيب اعلى قيمه جوه جدول او جوه منطقه معينه في الماكس اكس. الماكس بس بيجيب لك اعلى قيمه في المكان كله، يعني الماكس بس دي بيجيب لك اعلى قيمه في العمود السيلز كله. بس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سير شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.